فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو كان فاعل الشرك حافظا للقرآن لكنه ليس بعربي ولا يفهم معاني الآيات، فهل يكون هذا عذرا له؟ ما يكفيه أنه يحفظ القرآن فقط، لا بد يسأل عن معانيه وتفسيره، ما يكفيه هذا، هو مفرط، لماذا لم يسأل؟ نعم. إلا إن كان مضى، إن كان ما مضى، ما تمكن ولا مضى عليه وقت، هذا يعذر، لكن إذا كان متمكنا من تعلم العربية وفهم القرآن فإنه لا يعذر لأنه مهمل. نعم.